الأخير بالنسبة للمختطفين محتجزين لبنانيين في عذاب، هل هناك دور للإئتلاف في المبادرات اللي عم تتم؟ Regarding the people, Lebanese people in Azaz, does the coalition has anything can help with it? حتى الآن لم يقم بدور بذلك. No, we don't do anything so far. لا. نعم، هناك محاولات حثيثة من أجل إيجاد ضوابط وآليات ومحاسبة أي شخص من الجيش الحر، سواء كان جنديا أم قائدا، يتجاوز على حقوق الناس أو يساهم لا سمح الله في بعض الأعمال الغير مقبولة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا. هذا ضروري، لازم تعرف مشاهد. This is very important. He said there are some measures taking to banish everyone do illegal things or corrupt persons inside the Free Syrian Army or the civilians, and they will be held accountable for what they're doing. وأنا سأقول لكم أمر آخر. لواء التوحيد في حلب يعني بدأ بإنشاء شرطة عسكرية بسيطة من أجل محاسبة العناصر الغير منضبطة ضمن المجموعات المسلحة، وأطلب من الشعب السوري بالذات دعم هذا التوجه بالمال وبكل ما يستطيع من أجل إنجاح هذا الأمر. التوحيد بريغيد start to doing something about that, and he initiated military police to banish everyone do illegal things, and we ask the Syrian people to follow with him and to help him to do that. الإعلاميين، نعم، هذا جزء من حماية الناس كلهم. شيخ معاذ، البارحة قتل إعلامي والقبل من يومين اعتقل إعلامي من قبل الجيش الحر، هل ستكون حماية خاصة للإعلاميين؟ أخي، كل الأعمال غير القانونية والأخلاقية مرفوضة، وسيكون هناك متابعة لها لتأمين الوضع بشكل أفضل.